بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن آخر دروس منهج الجغرافيا والدرس الثالث في الوحدة الثانية بعنوان خصائص سكان العالم. في بداية درسنا طبعا كالعادة في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادر على أن يحدد الخصائص الديموغرافية لسكان العالم، يفسر أسباب اختلاف معدلات المواليد ومعدلات الوفيات، يقارن بين الدول النامية والمتقدمة من حيث الحالة التعليمية والصحية، يقرأ الأشكال البيانية المرتبطة بالسكان ويحللها. طبعا أول حاجة هنتعرف عليها في درسنا النهاردة هي خصائص سكان العالم الديموغرافية، الخصائص التعليمية والصحية. هنتعرف أيضا على الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. في البداية احنا اتكلمنا مع بعض في الدرس الماضي وتحديدا الدرس الثاني عن توزيع سكان العالم. شفنا ان سكان العالم بيتوزعوا بشكل مختلف من منطقة الى اخرى، ايضا خصائص السكان بتختلف من منطقة الى اخرى، وخصائص سكان العالم الديموغرافيا بتهتم بدراسة السكان من ناحية الديموغرافيا وخاصة من الناحية التعليمية والصحية والاقتصادية. بالتالي احنا هندرس هنا السكان من كافة الجوانب الرئيسية أو الأساسية التي يعيشها السكان. أولا الديموغرافي، الديموغرافي هي كلمة معناها علم دراسة السكان من حيث نمو وتوزيع وتركيب السكان، يعني أنا بدرس السكان في الجزء دوت من حيث نموهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري، وبالتالي هنتعرف على ده بالتفصيل خلال درسنا إن شاء الله النهاردة. بداية هنتكلم عن خصائص الديموغرافيا من ناحية معدل المواليد. نلاحظ إن معدل مواليد العالم يصل إلى 20 في 1000، وهو معدل مرتفع جدا، ويرتفع هذا المعدل من خلال الرسم البياني الواضح أمامك في الدول النامية مثل دول أفريقيا. بالنظر للرسم البياني نجد ان معدل المواليد في افريقيا يصل معدله 36 في 1000، وهي اعلى القارات من حيث معدل المواليد، بينما اقل القارات في معدل المواليد هي قارة اوروبا 11 في 1000. اتفقنا مع بعض ان النسب او الارقام في الجغرافيا هي ارقام للاستدلال منها على بعض النتائج الاخرى. فانا عندي المعدل العالمي بصفة عامة متوسط يعني بتاع السكان العالم المواليد مرتفع يصل ل20 في 1000، ودي نسبة مرتفعة جدا. طيب من أعلى القارات أفريقيا ب36 في 1000، ومن أقلهم أوروبا. طيب هل معدل المواليد المرتفع ده ليه أسباب في الارتفاع أو الانخفاض في أي قارة من قارات العالم؟ طبعا معدل المواليد بيرتفع في قارات العالم، وتحديدا زي ما قلنا في قارة أفريقيا بسبب انتشار الأمية والفقر في دول القارة. طيب حد بقى هنا يسألني يقول يا مستر هو إزاي مع الأمية والفقر يرتفع معدل المواليد؟ نقول لك إن معدل المواليد بيرتفع مع الأمية والفقر لأن بيكون هناك شيء من عدم الوعي بخطورة الإنجاب وزيادة معدل الأولاد، وده بيأثر طبعا بيكون متاح او بنلاقي ان الناس اللي هي غير متعلمة او غير جيد القراءة عندها المستوى المعيشي مش عالي لكن بيحرصوا على الانجاب، وبالتالي ده بيساعدنا او بيخليهم يحرصوا على الانجاب بشكل ايه كبير، وبالتالي هنلاقي ان ده بيساعد على الانجاب. يبقى اول حاجة الامية والفقر، اتنين الاعتماد على الزراعة البدائية والراعي، 3 انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية
مثل الرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء والزواج المبكر للإناث طبعا، ودي منتشرة جدا في المجتمع الريفي. وطبعا احنا عارفين ان قارة افريقيا معظمها تعتمد على الزراعة، وبالتالي هنلاقي فكرة الزواج المبكر والانجاب الابناء ده فكرة موجودة وما زالت موجودة في بعض المجتمعات حتى الان وفي بعض المناطق الريفية. وده ليه؟ علشان طبعا بيحتاجوا اعمال الايه، اعمال الزراعة بتحتاج الى عدد من الايدي العاملة، فبيحرصوا على فكرة الزواج المبكر وانجاب اكبر عدد ممكن. يبقى اذا ديت اسباب بتؤدي الى ارتفاع معدل المواليد تحديدا في قارة افريقيا. تمام. طيب نيجي لو بصينا على مصر مثلا بالنسبة لقارة افريقيا، هنلاقي ان معدل المواليد في مصر 31.3 في الالف، وده كان عام 2014 وهو معدل مرتفع جدا طبعا، وده هنشوفه لما نشوف مع بعض معدل الوفيات في العالم ان شاء الله. عشان الدرس مش صعب ولا حاجه، نركز بس والدنيا هتبقى بسيطه باذن الله. طيب نروح لمعدل الوفيات. نلاحظ ان معدل الوفيات مقارنه بالمواليد في العالم يصل الى 8 في الالف. طبعا احنا عارفين ان الوفيات كانت كام؟ 20 في الالف، فالفرق حوالي 12، يعني لو اتولد 20 بيموت بس ايه؟ 8. وده بيزيد طبعا في الدول الناميه والفقيره عن 11 في الألف، ويقل في الدول المتقدمة يصل إلى 7 في الألف. لكن إحنا عارفين إن إحنا بناخد متوسط عالمي يعني بالنسبة للكرة الأرضية أو لسكان العالم بصفة عامة، وبنقيسه بقى بنقسمه حسب نوع الدول وإمكانياتها سواء دول نامية أو دول متقدمة. ففي الدول النامية نلاقي إن مثلا معدلهم بيصل ل 11، وفي الدول المتقدمة يصل متوسطهم ل 7 في الألف. طيب لو لاحظت الرسم البياني اللي قدامك هتلاقي ان اعلى قاره معدل وفيات اوروبا. واحد هنا يقول يا استاذ ده اوروبا دول متقدمه، ازاي معدل الوفيات ده مرتفع بالشكل كبير؟ اقول لك ان معدل الوفيات من خلال الرسم البياني مرتفع في اوروبا تمام، وده هنعرفه برضو قدام شويه، بس ايه احنا نعرفه دلوقتي. قال لك بسبب زياده عدد كبار السن، عشان عندهم نسبة كبيرة من كبار السن، وده بيخلي عندنا أو عندهم ارتفاع في معدل الإيه؟ الوفيات. طيب أقل معدل من خلال الرسم البياني يتضح في قارة أمريكا الجنوبية بيصل إلى 6 في الألف. بالتالي لو قسنا معدل الوفيات في مصر مثلا مقارنة بالمواليد هنلاقي إن إحنا كنا لسه قايلين من شوية معدل المواليد 31.3 من الألف، معدل الوفيات في مصر بلغ 6.1 في الألف، يعني الفرق حوالي 25 في الألف. وده طبعا بسبب ايه؟ ليه الوفيات بتقل بالشكل ده في مصر او المواليد بترتفع؟ علشان الرعاية الصحية والاهتمام بصحة الأطفال. بدأنا دلوقتي يحصل اهتمام بالصحة والرعاية الصحية من خلال توافر الأطباء واهتمام بصحة الأطفال، بعد ما كنا في الماضي مفيش اهتمام وكان ده طبعا بيتسبب في حالات وفيات كتير خاصة بين الأطفال. دلوقتي لا، الرعاية الصحية متوفرة، وبالتالي ده بيساعد على ارتفاع معدل المواليد وبالتالي انخفاض معدل الوفيات على مستوى مصر. طيب ليه معدل المواليد الوفيات بيتأثر هل بيزيد أو بيقل؟ طيب إيه أهم العوامل المؤثرة على معدل الوفيات؟ هنلاقي إن زي ما في عوامل بتأثر على معدل المواليد في العالم وتخليها تزيد أو تقل، أيضًا معدل الوفيات في العالم بيتأثر ببعض من العوامل. أول حاجة مستوى السكن والتغذية. طبعًا مستوى السكن والتغذية جزء أصيل من ارتفاع معدل الوفيات في العالم. لو كان طبعًا الإنسان بيسكن في بيئة جيدة وبيتغذى غذاء كويس فده بيأثر على ان معدل الوفيات بيقل، عشان طبعا البيئه نقيه او بيتوفر له الغذاء. طب لكن لو بيسكن في اماكن مش متوفر فيها الخدمات والرعايه الصحيه زي ما بنقول في السبب الثاني كده او الغذاء، فطبعا ده هيتسبب في ارتفاع معدل الوفيات. 2 الخدمات الصحيه العامه. طيب هل متوفر خدمه صحيه يعني مستشفيات واطباء ولا مش متوفر؟ فدوت برضو بيأثر على معدل الوفيات. الحروب، الدول اللي بتعاني من حروب وصراعات
ايضا دي دول بنلاقي ان معدل الوفيات فيها بيرتفع بشكل كبير. تمام يا جن، تمام. وبالتالي هنا الحروب بتأثر. تلاقي أربعة قال لك الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والزلازل، قال لك البلاد اللي بيحصل فيها كوارث طبيعية، زلازل، جفاف، يعني بيصبح النبات أو الأرض تجف والنبات يقل والكلام ده كله، طبعا بتأثر بوجود مجاعات، وده بيحدث إيه؟ وفيات. أما المناطق طبعا زي ما خدنا في سنة أولى إعدادي كده مع بعض الزلازل، وقلنا إن في أماكن رئيسية للزلازل في العالم، فطبعا الأماكن القريبة من الزلازل دي بتتأثر وبتزيد فيها معدلات الإيه؟ الوفيات، علشان خاطر بتكون مركز للهزات الأرضية. لذلك لو لاحظنا فرق ما بين معدل المواليد والوفيات، هنلاقي إن معدل الوفيات في الدول ارتفع، في معدل الوفيات في الدول اللي بتنتشر فيها الأمراض، وتقل في الدول التي يتوفر فيها الرعاية الصحية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما تتوفر رعاية صحية ده بيقلل نسبة الوفيات، كل ما الرعاية الصحية نسبتها تقل نسبة الوفيات إيه؟ ترتفع. طبعا واتكلمنا عن الحروب والكوارث الطبيعية، وبالتالي قلنا معدل الوفيات بيزيد في المناطق التي توجد فيها حروب أو كوارث طبيعية، بينما تقل في الدول التي تهتم بالرعاية الصحية وحماية البيئة من التلوث، اللي هو الأسباب اللي احنا قلناها في الأول، سكن والتغذية والخدمات الإيه؟ الصحية. يبقى لو جه قال لك ما العلاقة بين مثلا الكوارث الطبيعية ومعدل الوفيات في العالم، هنقول له تساعد الكوارث الطبيعية على ارتفاع معدل الوفيات، تمام. طب الرعاية الصحية والوفيات، برضو توفر الرعاية الصحية يساعد على انخفاض نسبة الوفيات، بينما عدم توفر الرعاية الصحية وانتشار التلوث بيساعد على ارتفاع نسبة الايه؟ الوفيات في العالم. احنا كده اتكلمنا عن معدل المواليد ومعدل الوفيات. معدل المواليد ومعدل الوفيات ده بنسميه الزيادة الطبيعية. يبقى الزيادة الطبيعية للسكان بتيجي نتيجة ايه؟ بتيجي نتيجة الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. يعني نشوف كام واحد اتولد في العالم وكم واحد توفى، فده بينتج عنه ايه؟ زيادة اسمها زيادة طبيعية. طيب الزيادة الطبيعية، لو انت رجعت للرسم البياني بتاع معدل المواليد في الاول ومعدل الوفيات، هتلاقي ان معدل الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة مثلا منخفض. ده بسبب ايه؟ بسبب انخفاض معدلات المواليد والوفيات معا. يعني مثلا لو رحنا لاوروبا، فاكرين كنا بنقول ان اوروبا معدل الوفيات فيها كام ومعدل المواليد فيها كام؟ قال لك ده معدل المواليد كان 11 والوفيات 11. معناه ايه ده؟ يعني الزياده الطبيعيه عندهم بتساوي صفر. ليه؟ لان اللي بيتولد قد اللي بيموت. طيب لو بصينا على افريقيا، هنلاقي ان معدل المواليد كان عالي جدا 36، بينما معدل الوفيات كان منخفض. بتزداد معدلات الزياده الطبيعيه في اوروبا. ليه؟ لأن المواليد كتير والوفيات أقل، وده بسبب إيه؟ ارتفاع معدل المواليد وقلة الوفيات نسبيًا. طيب تقل معدلات الزيادة الطبيعية بقى فين؟ في أمريكا الشمالية، وده بسبب إيه؟ انخفاض من النسبتين مع بعض. الزيادة الطبيعية في أمريكا الشمالية قليلة بشكل عام، ليه؟ علشان قلة معدل المواليد ومعدل الوفيات، وزي ما كنت لسه بقول من شوية، يبلغ معدل الزيادة الطبيعية في أوروبا صفر، اي عدد السكان ثابت، وده ليه؟ بسبب تساوي معدلات المواليد مع معدلات الوفيات، وهما 11 في الالف، بينما يبلغ زي ما كنت بقول معدل مواليد الزياده الطبيعيه في مصر حوالي 25.2 من عشره في الالف، وطبعا ده معدل مرتفع. يعني بمعنى ايه؟ لو اتولد عندنا مثلا 31، اللي قصادهم ماتوا كام؟ 6. الوفيات بتاعتنا كام؟ 6. فده طبعا بيعمل ايه؟ زيادة طبيعية بشكل ايه؟ كبير وسريع. عشان كده بنلاقي ان عدد السكان بيرتفع في بعض الدول، وده يرجع لايه؟ للعادات والتقاليد اللي احنا قلنا عليها في الاول، زي الزواج المبكر، زي الاعتماد على الزراعة، الحرص على انجاب اكبر عدد من الابناء. كل دي عادات سلبية بتأثر في ارتفاع في معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم. طب بعد ما عرفنا معدل المواليد ومعدل الوفيات والفرق بين المواليد والوفيات وما يطلق عليه الزيادة الطبيعية، تعال ناخد السكان وندرسهم من ناحية تانية، وهي ناحية
التركيب العمري. طيب ايه التركيب العمري دوت؟ قال لك التركيب العمري يعني دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة. يعني انا هجيب السكان كده واقسمهم لشرايح. شرايح ايه؟ عمرية. يعني مش هدرس كل السكان زي بعض. ليه؟ لان طبعا في اختلاف في بين سن الايه السكان في العالم، وبالتالي لازم نحط كل فئة عمرية في مكان معين علشان نقدر نحدد ونشوف احتياجاتنا ايه في المستقبل. وبالتالي اتقسم المجتمع في العالم او سكان العالم الى 3 فئات عمرية. اول فئة معانا وهي فئة صغار السن، ودي بتضم الرضع والاطفال والمراهقين من سن يوم حتى 15 عام. يبقى من سن يوم ل 15 سنة، دول بنسموهم ايه؟ فئة صغار السن. ودي بتمثل قاعدة الهرم السكاني، وهي فئة غير منتجة. يعني ايه غير منتجة؟ يعني ما بتعملش حاجة في حياتها غير انها بتاخد حاجات ولها متطلبات فقط، تمام؟ ففئة غير منتجة يعني بنستخدمهاش في حاجة. قال لك تصل نسبة صغار السن في الدول النامية اللي هي الفقيرة 29%. يعني لو انا مثلا المجتمع 100,000، 29,000 منهم صغار سن، تمام؟ من جملة السكان، وهي طبعا نسبة مرتفعة. طب النسبة ديت عندنا في مصر قد ايه؟ في مصر تبلغ 32%، برضو نسبة كبيرة. طيب النسبة دي بتنخفض فين بقى؟ تروح للدول المتقدمة زي السويد، نلاقيها كام؟ 17%. طيب ليه بقى النسبة هنا قليلة؟ علشان قلنا ان طبعا الدول المتقدمة بشكل عام بتنخفض فيها معدلات الزيادة الطبيعية ما بين المواليد والوفيات، وبالتالي ده بيساعد على انخفاض نسبة الايه صغار السن. طب الفئة التانية عندنا، او قبل ما نروح للفئة التانية، هل في تأثير من ارتفاع النسبة او انخفاضها من صغار السن؟ قال لك اه، نتيجة ارتفاع فئة صغار السن في الدول النامية زيادة الأعباء أدى إلى زيادة العبء الاقتصادي على الدولة، لأنهم يكلفون الدولة أموال ضخمة لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى. طيب هسألك سؤال، تمام يا شباب؟ ما أوجه الشبه بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث فئة صغار السن؟ طيب هل الدول المتقدمة بتتأثر يا شباب فئة صغار السن؟ وهل في شبه بين الدول النامية والدول المتقدمة في الفئة ديت العمرية ديت؟ أنا مش بتكلم هنا من حيث النسب، أنا بتكلم تمام من حيث التأثير. قال لك آه في شبه، سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، سواء ارتفعت النسبة صغار السن أو انخفضت النسبة، ده بيكلف الدولة أعباء وميزانية إيه؟ اقتصادية ضخمة. ليه؟ لأن قلنا دي فئة غير منتجة، وبالتالي ليها متطلبات من رعاية صحية، من تعليم، من خدمات وغيرها. تمام؟ أه يا جنة مونتريال. تمام؟ طيب الفئة التانية عندنا الفئة المتوسطة، ودول بيسموهم البالغون، ودول من 15 عام وحتى سن 64 سنة. ودي فئة هي فئة سن العمل المنتجة. هي فئة العمل، هي قوة العمل بقى الحقيقية، ودي متقاربة بين دول العالم المختلفة، ولكن أعلى نسبة منهم توجد في دول غرب أوروبا، وأقل نسبة بالعالم في قارة أفريقيا. طبيعي إن أقل نسبة في قارة أفريقيا، ليه؟ علشان الفرق في الزيادة الطبيعية اللي شفناه، معدل المواليد المرتفع وانخفاض معدل الوفيات، لكن في أوروبا النسبة دي عالية علشان معدل المواليد والوفيات قريب من بعضه أو متساوي، وبالتالي النسبة العالية منهم من الفئة المتوسطة، وهي قوة العمل، ودي فئة منتجة. إيه قوة العمل؟ هم الأفراد اللي في سن العمل ويعملون فعليًا أو يبحثون عن إيه؟ عمل. طب الفئة التالتة، قال لك الفئة التالتة دول فئة كبار السن. فئة كبار الإيه؟ السن. طب الفئة التالتة دي اللي هي كبار السن، برضو فئة غير منتجة. كبار خلاص، زي اللي ايه الموظف كده، هو بيجي وقت ويقولوا له شكرا متشكرين لحضرتك، ليه؟ وصل لسن المعاش، خلاص بقى مش عنده القدره ان هو يشتغل تاني. ممكن يبقى ربنا مدينه الصحه وكل حاجه، بس خلاص هو ده السن اللي بنسميه بقى غير منتجه، يعني ما نقدرش نستخدمه تاني.
او ممكن يشتغل بقى بس حاجه خاصه بتاعته، فالمجتمعات بتعتبره منين؟ من فئه غير المنتجه، ودي بترتفع في الدول المتقدمه بتصل ل 17%، بينما في الدول الناميه 6% فقط. يعني احنا حلوين كده ان احنا نسبتنا قليله؟ لا طبعا. ليه الفرق دوت؟ قال لك ده الفرق في الدول المتقدمه، النسبه دي عاليه فيها، وفي اوروبا او في الدول الناميه الدول دي او نسبتهم قليله بسبب التقدم في مجال الخدمات الصحيه والتعليميه. مش احنا قلنا من شويه ان الصحه والتعليم جزء اصيل من ارتفاع او انخفاض المعدلات؟ ايوه. كلما دول طبعا الدول المتقدمه بيهتموا بصحتهم وبالرعايه الصحيه متوفره عندهم، فبيعمروا الوقت ايه او العمر كبير، بينما في الدول الناميه الرعايه الصحيه بتبقى قليله ومستوى التعليم اقل، فبالتالي طبعا الفئه ديت نسبتها بتقل علشان بيحصل ايه نسبه وفيات، على عكس الدول المتقدمه بيعيشوا الوقت كبير زي اوروبا. ما النسبه مرتفعه الوفيات ليه؟ عشان عندهم رعايه كبار سن بنسبه ايه كبيره. يبقى احنا كده درسنا وعرفنا التركيب العمري للمجتمعات من 3 فئات. طيب نروح الى جزئية اخرى، وهي جزئية الخصائص التعليمية لسكان العالم. الشباب اللي عنده سؤال يتفضل يطرحه. اللي دخل التعليم بكبار السن، بص يا ستي جانا بتقول ايه العلاقة؟ منقول قلنا التعليم والمستوى التعليمي بيفرق. ليه بقى؟ لان حضرتك لما بتكوني متعلمه فانت عندك وعي وادراك بخطوره الحياه او بان انت تهتم بايه بصحتك، على عكس الانسان اللي مش متعلم لو تعبان او جاله. يعني انت مثلا، احنا مثلا دلوقتي اي واحد فينا مثلا بيشعر باي ببوادر ان هو تعبان بيجري اقرب حاجه، مش هيروح لدكتور، اقرب حاجه بيروح على صيدليه. ليه؟ عنده وعي ادراك ان هو لو ساب نفسه هيتعب اكتر، فبالتالي لو ما راحش بيروح لدكتور وهكذا، يبقى ده الاهتمام. لكن الناس المتعلمه تفضل تقنع فيه ان هو تعبان، طب روح لدكتور؟ طبعا لا. فاذا هنا التعليم بيبقى ليه دور في النمو والثقافه الايه؟ الذهنيه، وبالتالي بيساعد على ارتفاع نسبه كبار السن او انخفاضها. طيب نروح للخصائص التعليميه. ترتفع نسبة الأمية. ويعني إيه أمية؟ قلنا الأمية هي عدم معرفة القراءة والكتابة. طيب دي مرتفعة فين ومنخفضة فين؟ قال لك ترتفع في الدول النامية وتقل في الدول المتقدمة. في السكان أكبر من 15 سنة. يعني إيه أكبر من 15 سنة؟ يعني الفئة اللي إحنا بنبني عليها متوسطة. دول نسبة الأمية كبيرة جدا فين؟ في الدول النامية. قليلة فين؟ في الدول المتقدمة. لان قلنا دي الفئه المنتجه. طيب الفئه المنتجه ديت هنلاقي ان احنا عندنا اكتر ناس ما بيطلعوا ويسيبوا التعليم مثلا في مصر مثلا، يعني هم الفئه دي من 15 سنه. ايه بقى ده؟ ايه؟ دور على شغل، بيدور طبعا مع طبعا كثره الانجاب، فما فيش اهتمام من الاسره بالتعليم، فبيتسرب من التعليم، وبالتالي بيساعد ده على نسبه الايه؟ الاميه. طيب تصل نسبه المتعلمين بقى في الدول المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان وروسيا أكثر من 95%. يعني هي لو 95 بس ده حاجة عظمة قوي. ليه؟ لأن يعني يكاد يكون مفيش شخص في المجتمع مش متعلم، تمام؟ وعلشان كده بيحصل التقدم في المجتمعات دي. هنلاقي إن أي دولة من اللي إحنا أو أقرة من اللي إحنا ذكرناهم هي دولة متقدمة وعندها إيه؟ تطور في البحث والحاجات دي. ليه؟ علشان نسبة التعليم ايه؟ عالية. طيب وفي معظم دول امريكا الجنوبية وجنوب افريقيا والصين بتصل النسبة دلوقتي كام؟ 75%. اما في افريقيا والهند في اسيا تتراوح من 40 الى 60. طب احنا مصر نسبتنا كام؟ قال لك مصر تصل نسبتها حاليا الى 65%، وده يرجع بسبب ايه؟ ان بدأ يبقى فيه اهتمام بالتعليم في كل مراحله، وجهود الدولة في محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ازاي؟ قال لك بدأ يحصل انفتاح بقى او يحصل تطور في التعليم، ان بدأ يبقى فيه اتاحة تكافؤ الفرص للتعليم من خلال ان طبعا دلوقتي كل فئات المجتمع بقى ليها تعليم، زي مثلا اصحاب الاعاقات السمعية والبصرية وغيرها. ما دول كانوا في الاول
كان عندهم صعوبات تعلم، يعني ما فيش اجاده ليهم للتعليم. دلوقتي بقى ليهم مدارس، فطبعا النسبه ديت كانت بتعمل نسبه اميه، فانها تخش التعليم فبتقلل لك نسبه الاميه. طبعا مع اهتمام الدوله بانشاء مدارس وجامعات وتوفير بقى البعثات والمنح عشان تشجع الناس على التعليم، فبدا يحصل ايه؟ ارتفاع في نسبه التعليم. ايضا فتح فصول محو الاميه، وده ليه؟ علشان تعليم الكبار، الناس اللي هي فاتها الوقت او كبرت في السن وكان ما اتعلمتش، بدانا نعمل ايه؟ نهتم بتعليمهم من خلال محو الاميه. طيب هو ايه اللي بيأثر او بيخلي نسبه التعليم تعلى او تقل في مجتمع من المجتمعات؟ قال لك تؤثر بعض العادات والتقاليد، تمام، نسبة التعليم. يعني الصين، طبعا، بس الصين ليه بنقول تبع الدول النامية؟ علشان عدد السكان اللي فيها كبير، طبعا عندها صناعات، بس تمام عندها صناعات، ولكن طبعا يا جنى لو انت رجعت للدرس اللي فات، تمام، هنلاقي ان احنا قلنا ان الصين اكبر دول العالم سكان، بالتالي ده بيحصل ايه؟ ما كل ما بيزيد عدد السكان ده بيؤدي الى الدول، بيخليها دول ايه؟ نامية، رغم ان وجود الصناعات، كل الصناعات نامية، يعني بتنمي نفسها بايه؟ بنفسها، تمام؟ طيب ايه العادات بقى والتقاليد المؤثرة في معدل التعليم في العالم؟ معدل التعليم في العالم، تمام، هنلاقيه مثلا معدل تعليم الاناث، في عادات وتقاليد بتأثر ازاي؟ قال لك ان هو زي الزواج المبكر كده، ان بعض المجتمعات تحرم تعليم المرأة عشان تحافظ عليها بسبب بعض المعتقدات الخاطئة، زي الهند مثلا ما بيعلموش. لكن طبعا الكلام ده احنا بنقوله بصفة عامة، ولكن طبعا في نسب تعليم، وبدأت العادات والتقاليد دي تتغير. قال لك تفضيل الزواج المبكر، طب هل في الهند ما بيعلموهاش مثلا؟ لا، بتتعلم، بس بيقتصر تعليمها مثلا على ابوها او اخوها، تمام، ما بتخرجش للايه؟ المدارس، وديت معتقدات خاطئه حفاظا عليها. وبالتالي طبعا في افريقيا مثلا بيفضلوا الزواج المبكر للاناث. يبقى هنا اذا العادات والتقاليد الخاطئه بتاثر بشكل ايه؟ كبير، مثل معدل تعليم الاناث. لكن نلاحظ في الفتره الاخيره مثلا مصر بدات الحرص على الاهتمام بالتعليم، فوصلت نسبه تعليمهم الى نسبه مرتفعه جدا، وده اصبحت كمان بتشارك في سوق العمل، وده بيساعد على تطور الايه؟ التعليم وانخفاض نسبة الأمية. ننتقل إلى خاصية أخرى، وهي الخصائص الصحية في العالم. هنلاحظ إن كلما زاد عدد الأطباء لسكان دولة دليل على الاهتمام بالرعاية الطبية. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك بنقيس معدل الرعاية الصحية والاهتمام بها من خلال عدد الأطباء. طيب هو انا همشي بقى اعد الاطباء اللي موجودين في بلدي؟ هنمشي نعد عدد الاطباء اللي موجودين. قال لك لا، مش انت مش انت مش دورك انك تمشي تعد الاطباء، بس كل ما يزيد عدد الاطباء كل ده ما يدل على توفر رعايه صحيه. ازاي؟ برضه هقول لك، تعالى اقول لك مثلا، لو احنا في منطقه وفيها 2 دكاتره، طبعا هتروح العياده بتاعت الدكتور ده هتلاقيها زحمه جدا، وبالتالي هو عايز يعمل ايه؟ ينجز، او يعني يخلص المرضى اللي عنده كلهم، يلحق يكشف عليهم، فالوقت بيبقى ايه؟ قليل، فبالتالي ما بيدكش حقك في الاهتمام بالكشف بتاعك، فده بيديك ايه؟ رعايه طبيه اقل. لكن لو نفس المنطقه دي وفيها 100 دكتور، فانت لو مش عاجبك الدكتور ده هتروح للدكتور الثاني، هتروح للدكتور الثالث، وبالتالي يبقى انت هنا ايه؟ بدأ يبقى فيه اهتمام، وكل دكتور منهم، كل طبيب يعني، هيعمل ايه؟ هيكون حريص ان هو يقدم لك خدمة صحية جيدة او اهتمام، علشان خاطر ايه؟ تفضل متابع معاه، صح ولا لا؟ عشان كده احنا كمان في المجتمعات في العالم بيتقاس دوت، بيتقاس تطور الطب. عشان كده قسمنا المجتمعات الى وفق الرعاية الصحية الى 3 فئات: دول ذات رعاية طبية فائقة يعني معدية، ودول معظمهم اوروبا وروسيا ودول امريكا الشمالية. دول ذات رعاية طبية مرتفعة، مصر والأردن والإمارات. طيب دول ذات رعاية طبية منخفضة، وديت معظمهم يقع في أفريقيا زي النيجر وأثيوبيا ونيبال في قارة آسيا. يبقى إذن معدل الأطباء ده بيوفر رعاية صحية جيدة، فبالتالي
بيؤدي الى الاهتمام بصحة الافراد وبيطور الايه المجتمع. عشان كده نلاقي ان دول اوروبا اللي احنا لسه واصفينها ان معدل الرعاية الطبية فيها فائقة، هنلاقي عندهم ايه نسبة كبيرة من معمري السن اللي هم كبار الايه السن، زي ما شفنا تصل نسبتهم ل 17%. طيب ننتقل لجزء مهم جدا وهو الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. تختلف الخصائص الاقتصادية بالنسبة لسكان العالم تبعا لنوع النشاط اللي بيقوم بيه السكان ودخل السكان نفسه. انت بتمارس ايه؟ زراعة ولا صناعة ولا تجارة؟ ولكن النشاط دوت بيتأثر تمام ويؤثر على دخل السكان. لو لاحظت الرسم البياني اللي قدامك نلاحظ ان الدخل السنوي في قارات العالم بال1000 دولار معدل مختلف من قارة لأخرى. هنلاقي ان اقل معدل قدامك هو افريقيا 4.5 دولار تمام، بينما اعلى معدل دخل ونصيب للدخل الفرد من الدخل القومي في قارة الاوكيانوسية او قارة استراليا 30.1. طب طب ده ليه؟ ارجع كده لورا شوية خلال الدرس هتلاقي ان معدل السكان كنا بناخد السكان في استراليا قلنا ده 39 مليون، لكن في افريقيا 1.1 مليار. وبالتالي كل ما يزيد عدد السكان يقل الدخل. عامل كده زي ايه؟ لما انت تكون ليك اخ واحد وبعد كده يجي لك اخ تاني وتالت ورابع، كل ما تزيد عدد افراد الاسره تلاقي بابا بيعمل ايه؟ ينقصك في المصروف. ليه؟ علشان خاطر ما هو يعني هو دخله ثابت، فبالتالي هو مش هيقدر يديكوا انتوا كلكوا بنفس المستوى، وبالتالي مش هيقدر يوفر لك طعام والغذاء والملبس والمشرب، لا هيقدر يعمل ايه ويديك مصاريف ويهتم بيك، فبيعمل ايه بيحاول يوصي ايه ما بينكم، فمصروفك بيقل. نفس الفكره برضو، كل ما يزيد عدد السكان كل ما يقل نصيب الفرد والنشاط نفسه اللي بيمارسه السكان. ببساطه كده قال لك الدول اللي هي بتعتمد على الزراعه نشاط زراعي يبقى دي على طول دخلها منخفض. ليه؟ لان احنا عارفين ان الزراعه بتاخد وقت ومجهود كبير في عمليه الايه الانتاج، بينما الدول اللي بتعتمد على الصناعه فببساطه دخلها يبقى مرتفع، لان الصناعه سريعه حركه في حركه البيع والايه والشراء وحركه الانتاج. طيب تعالوا نقسم دول العالم حسب الدخل. قال لك ان نقسمهم اول حاجه دول ذات دخل اقتصادي مرتفع، ودي بتتمثل في الدول الايه الصناعيه. يبقى انا عندي دول دخلها الاقتصادي مرتفع جدا، ودول بيعيشوا في المدن وفي مستوى معيشي مرتفع، ودول بيعتمدوا على الصناعه والخدمات، ولكن بيأثروا في ايه؟ ان هم بيستخدموا كميات كبيره من الطاقه، يعني بيستهلكوا اكبر جزء من الطاقه زي دول غرب اوروبا، امريكا الشماليه، دول الخليج العربي. طب اشمعنى دول الخليج دخلها مرتفع؟ قلنا دول الخليج في الوقت الحالي اصبحت من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع، وده بسبب اعتمادهم على استخراج البترول وتصديره الى الخارج وكمان تصنيع مشتقات. يبقى اذا ده اول فئه، يبقى الدول الصناعيه كده دول ايه دخلها مرتفع جدا عشان بتعتمد على الصناعه، اوروبا غرب اوروبا امريكا الشماليه دول الخليج. الفئه الثانيه من الدخل قال لك دخل دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط، يعني ولا هي تحت قوي ولا هي فوق قوي، ودي بتعتمد على التصنيع النامي والانشطه التقليديه زي تركيا، دول شرق اوروبا، المكسيك، جنوب افريقيا. اسامي الدول دي لازما تتحفظ ولازما تبقى عارف ديت في انهي فئه من الدخل. طيب الفئه الثالثه من الدخل قال لك دول ذات دخل اقتصادي اقل من المتوسط، دي بتعتمد على التصنيع والتنميه الاقتصاديه والانشطه الاخرى، مثل الصين يا جنها، قال لك الصين في اسيا، تصنيع وتنميه اقتصاديه والانشطه بس دخلهم اقل من المتوسط. عارفين ليه بقى؟ عشان عدد السكان كبير. مصر، المغرب في افريقيا برضو عشان عدد السكان، البرازيل في امريكا الجنوبيه، اوكرانيا في اوروبا، هايتي في امريكا، هايتي في امريكا الشماليه. كل دي الدول اقل من المتوسط. ليه؟ هنلاقي ان عدد السكان بيزيد فيها. يا استاذ ما اوكرانيا ده اوروبا ديت
فاكرين لما كنا بناخد السكان، تمام، كنا بناخد السكان وبنقول ان دول شرق اوروبا اقل تقدما من دول غرب اوروبا، ما هو ده السبب ان ده اقل ايه دخل متوسط، تمام. طيب الفئة الرابعة من الدخل هي دول ذات اقتصاد زراعي منخفض ويعتمدوا على حرفة الزراعة وتركز معظمهم في الريف زي الكونغو في افريقيا وباكستان في اسيا. وبالتالي من هنا شفنا اختلاف الدخل بين دول العالم. طيب نروح نلاقي اللي احنا القاعدة اللي احنا حطيناها في الاول، الدول ذات الاقتصاد المرتفع تعتمد على النشاط الصناعي، بينما الدول ذات الدخل الاقتصادي المنخفض يسودها النشاط الزراعي. طيب قارة زي قارة افريقيا مثلا، هل تقدر تبقى في مصاف الدول المتقدمة والدخل الاقتصادي المرتفع؟ طبعا. وامتى بقى؟ قال لك تتحول من الدول النامية والفقيرة الى الدول المتقدمة بالاستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية في التصنيع. طيب ما بيستغلهاش ليه؟ لان احنا معظم دول افريقيا بيتم تصدير منها المواد الخام كما هي بدون تصنيع، يعني بتستخرج المعادن ومصادر الطاقة وتصدرها زي ما هي. ليه؟ علشان ما عندهاش القدرات المالية انها تصنع، فبالتالي لو استغلت دوت وحولته الى تصنيع هتصبح من الدول ذات الدخل الاقتصادي الايه المرتفع. ومش بس افريقيا، اي دولة يسألك عليها في دول العالم لو استفادت من مواردها تصبح ايه، هيحدث لها ايه؟ هتصبح من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. طيب وبالتالي ده بيستقر في العالم. طيب قوة العمل، قال لك قوة العمل احنا عرفناها في البداية وقلنا يقصد بها عدد الافراد في سن العمل والقادرين على العمل والذين يعملون فعليا او يبحثون عن عمل. طيب قوة العمل دي في العالم متوزعة، قوة العمل في مجال الزراعة، تعال نشوفها كده بين دول العالم. قال لك اكثر من 80% من السكان في الدول النامية في افريقيا مثلا مثل اثيوبيا بيعملوا في الزراعة، يعني 80% من سكان الدول النامية بيعملوا فين؟ في الزراعة، عشان كده دخلهم منخفض. من 60 إلى 80% في السودان بأفريقيا والهند في آسيا، يبقى مش كل القارة بنلاقي فيها نسب زي بعضها، يعني ممكن داخل القارة نلاقي مناطق بتشتغل في الزراعة بنسبة أقل فأقل، 30 إلى 60% في مصر مثلا، لأن مصر بدأت عمليات التصنيع، تمام، وتركيا في آسيا، أقل من 10% في الدول المتقدمة بيشتغلوا في الزراعة مثل دول غرب أوروبا. ليه؟ لأنه بيعتمدوا في الأساس على الصناعة هي وأمريكا الشمالية وأستراليا. بكده احنا اتعرفنا مع بعض على خصائص السكان. ننتقل إلى جزء أهم جدا وهو ما نتيجة زيادة قوة العمل في الزراعة في أفريقيا. قال لك الجزء الأهم دوت من قوة العمل في الزراعة، قال لك أدى انخفاض مستوى المعيشة، وده اللي احنا كنا قايلينه من شوية، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي. طب العكس بقى، العاملين في الصناعة، تزداد نسبة العاملين في الصناعة والخدمات المرتبطة بها في الدول المتقدمة عنها في الدول الفقيرة التي يعمل معظم سكانها بالإيه؟ بالزراعة والأنشطة الأولية والثانوية. يبقى إذن دخلهم بيكون العكس وبيتأثر بالارتفاع عشان بيعملوا فين؟ في الصناعة والخدمات. دلوقتي ننتقل للتدريبات مع بعض ونشوف الشباب اللي هي ايه يا جنى قصدك. اه تمام، اه دي مصر والصين احنا قلنا طبعا ارتفاع نسبة صغار السن، فاكرة؟ ايوه، بيأثر وده بيكلف الدولة ميزانية ضخمة، فبالتالي بتحاول توفر لهم بنية ايه تحتية. طيب السؤال الاول بيقول لك صوب ما تحته خط، تمام. الديموغرافيا علم دراسة الطاقة، قلنا الديموغرافيا علم دراسة السكان، تمام يا توماس. ناتج الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات يسمى بالتركيب السكاني، قلنا ناتج الزيادة بين معدل المواليد ومعدل الوفيات، قلنا ده بيسموه الزيادة الطبيعية، تمام يا جنى. الإمارات من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة، طبعا الإمارات من الدول ذات الرعاية الطبية إيه؟ مصر، الإمارات، الأردن، مرتفعة، تمام تمام توماس. تلاقي أربعة، تعد مصر والمغرب من الدول ذات الاقتصاد المرتفع، مصر والمغرب من الدول ذات اقتصاد قلنا أقل من المتوسط، تمام جانا وتوماس. تميز أفريقيا بارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي، لا طبعا مش أفريقيا، ارتفاع نصيب الدخل من الفرد من الدخل القومي طبعا ده فين؟ في أستراليا. ننتقل إلى سؤال آخر، ماذا يحدث إذا أصبحت الصناعة الحرفة الأولى في مصر؟
2 ما توقعاتك إذا اهتمت أفريقيا بالصناعة والخدمات؟ 3 ما النتائج المترتبة على زيادة عدد الأطباء بالنسبة للسكان؟ يلا يا شباب. تمام جنى، تمام توماس، يلا. الأول بيقول لك أو أصبحت الصناعة الحرفة الأولى في مصر، ها لسه قايلينها من شوية، ده حاجة بسيطة. قلنا أصبحت مصر من الدول ذات الدخل الاقتصادي الإيه؟ المرتفع. 2 ما توقعاتك إذا اهتمت أفريقيا بالصناعة والخدمات؟ نفس الإجابة الأولانية برضو، إذا استفادت أفريقيا أصبحت من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع، تقدم الصناعة في مصر أصبحت من الدول الصناعية. تمام جانا، تمام توماس. طيب السؤال التالي، ما النتائج المترتبة على زيادة عدد الأطباء بالنسبة للسكان؟ قلنا كلما زاد عدد الأطباء يؤدي ذلك إلى توفر الرعاية الطبية وأيضا ارتفاع نسبة كبار السن، بيقدم رعاية فبالتالي بيوفر نسبة كبار الإيه؟ السن. تمام يا شباب، برافو، تقدم الرعاية الطبية. تمام. طيب بما تفسر 1 الزيادة الطبيعية في أوروبا تساوي 0، 2 تمثل فئة صغار السن عبئا على الدول النامية، 3 تعد دول الخليج العربي ذات دخل اقتصادي مرتفع، 4 تلعب الصناعة دورا أساسيا في توزيع معظم سكان أوروبا، 5 انخفاض معدلات تعليم الإناث في بعض مناطق العالم. قلنا الزيادة الطبيعية في أوروبا بتساوي 0، ليه بتساوي 0 في أوروبا؟ لأن معدل الوفيات يساوي معدل المواليد. تمام، يبقى أول إجابة صحيحة، جمع عدد المواليد بيساوي عدد الوفيات. تمام، نروح رقم 2، تمثل فئة صغار السن عبئا على الدولة، قلنا لأنها تكلف الدولة ميزانية ضخمة لتوفير احتياجاتهم الصحية والتعليمية والمأكل والملبس. تمام، على الخدمات. 3 تعد دول الخليج ذات دخل اقتصادي، دول الخليج ذات دخل اقتصادي مرتفع، قلنا مرتفع لأنها تعتمد على استخراج البترول وتصنيع مشتقاته وتصديره إلى الخارج. لا يا توماس، قلنا إيه؟ لأنها تستخرج البترول وتصنيع مشتقات. طيب 4 تلعب الصناعة دورا أساسيا في توزيع سكان أوروبا، قلنا الدليل على ذلك طبعا ارتفاع نسبة سكان في دول غرب ووسط أوروبا وقلة تراكز السكان في شرق إيه؟ أوروبا. السؤال الأخير، بما تفسر انخفاض معدل تعليم الإناث في بعض المجتمعات، ليه تعليم الإناث بيكون منخفض في بعض المجتمعات؟ قلنا بسبب العادات والتقاليد الخاطئة التي تحرم تعليم الإناث وتفضيل الزواج المبكر. كده نكون خلصنا حصتنا النهارده، على أمل إن إحنا إن شاء الله نلتقي مع بعض في حصص قادمة بإذن الله. وكده يكون برضو خلصنا منهج الجغرافيا، وإن شاء الله هانت على منهج التاريخ ونبدأ مع بعض المراجعات. تمام يا توماس، تمام جنى، وأتمنى لكم طبعا التوفيق. وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.